شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية من المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12، وعلى هامش أعمال المنتدى عقد الرئيس السيسي سلسلة لقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي هنا من القاهرة عاصمة الحضارة وعاصمة التاريخ وعاصمة السلام أن نفتتح المنتدى الحضري العالمي 12 بالتوفيق إن شاء الله. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر 2024. وعلى هامش المؤتمر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أعرب عن شكره وتقديره العميق للدور المصري التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر دور مصر الداعم وما قدمته وما زالت تقدمه مصر من مساندة لفلسطين على جميع الأصعدة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالجهود المصرية المخلصة للتهدئة في السودان وحرص مصر على وحدة وسلامة واستقرار السودان. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتناول اللقاء التطورات في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر والجهود الجارية لإعادة الاستقرار بالمنطقة.